اكتشف مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد ليوبي أنه تم تحديد فترة الحضانة المتوسطة ببلادنا وهي الفترة التي تفصل بين اللقاء الذي عرض الشخص للعدوى ووقت ظهور علامات المرض في ستة أيام مع تسجيل من لم تتجاوز فترة الحضانة لديه يوما واحدا فقط فيما امتدت لدى البعض الآخر لأسبوعين وأضاف اليوبي في ندوة صحفية يومه الخميس أن أربع جهات ما زالت تتصدر قائمة الإصابات هي جهة الدار البيضاء ستات حيث تقارب نسبة الإصابات بها ثلث العدد الإجمالي تليها جهة مراكش آسفي ثم جهة الرباط سلا قنيطرة فجهة فاس مكناس وتأتي بعد ذلك كل من طنجة طوال الحسيمة والجهة الشرقية يذكر أنه تم تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1374 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 97 حالة اي بزياده اربع حالات خلال يوم فقط وعدد الحالات التي تم التاكد من شفائها التام 102 حالة اي بزياده 12 حالة خلال 24 ساعه الماضيه